السلام عليكم ورحمة الله، حلقة جديدة من برنامج تغطية خاصة حاليا في مدينة ملقا في إسبانيا، حلبة أسكاري. سيارة جديدة بالكامل من شركة ماكلارين، ماكلارين أرتورا. سيارة هايبريد، سيارة جديدة بالكامل من ناحية محرك، جسم السيارة، الهندسة من الداخل من الخارج، كل شيء جديد بهاي السيارة. قبل ما نبلش حلقتنا، إذا ما عمل اشتراك ساوي اشتراك، فعل الجرس واعطينا لايك، وبسم الله نبدأ. هيا بنا. بجولة سريعة على السيارة، DNA تاع شركة ماكلارين موجود بهاي السيارة. من أول ما تشوفها راح تعرف إنه هاي سيارة ماكلارين. والمبدأ تاع السيارة عظيم جدا. ليش؟ السيارة حجمها مو كبيرة، صغيرة. شكلها معروف إنه ماكلارين، خفيفة بالوزن، عليها محرك بطاريات، محرك قوي V6، يعني في حسبة متكاملة تسوي لك صاروخ سريع جدا على الحلبات والشوارع. خلينا نطلع جولة أكشن، دوس على الحلبة، ينتعش فؤادكم، تنطربوا، بعديها أشرح لكم بالسيارة بشكل سريع. بسم الله الرحمن الرحيم، بلشت تجربتنا ماكلارين أرتورا. الفكرة انه هاي السيارة قلنا محرك جديد بالكامل، وزن المحرك الـ V6 160 كيلو فقط. هاي السيارة لا تعتبر أول سيارة هايبرد عند ماكلارين، هاي تعتبر ثالث سيارة. أول سيارة ماكلارين P1، ثاني سيارة سبيد تيل، هاي ثالث سيارة هايبرد. خلينا نبلش جولتنا على الحلبة، نحكي لكم أبرز معلومات. تسارع السيارة من 0 ل 100 3 ثواني، من 0 ل 200 8 ثواني و3 أجزاء، من 0 ل 300 21 ثانية ونص، وسرعة قصوى 330 كيلومتر بالساعة. قوة السيارة 680 حصان، وعزمة دوران 720 نيوتن. 720 نيوتن تقول بسموا على اسم السيارة تاعتهم. السيارة سريعة جدا، نشيطة جدا، التجاوب تاعها خيالي. الجير بوكس سريع عنيف حسب وضعيات القيادة. حبيت فكرة انه انت ما في داعي تشيل ايدك، هون وضعيات القيادة، هون وضعيات الهاندلنج انت بتشتغل عليهم. السيارة عليها دريفت مود من خلال الشاشة بتتحكم فيها، خاصية اللونش كنترول اكيد موجودة. السيارة بسيطة من الداخل، ما فيها التعقيد. طربته صح؟ صراحة السيارة صاروخية. شكل السيارة من الأمام والمقدمة، هاي الفتحات كلياتها لتبريد السيارة، في المنتصف لتبريد المكيف تاع السيارة، بالجوانب لتبريد سوائل السيارة، بالذات لنظام الهايبريد، وبالذات لمبردات الانتركولرز تعون السيارة، لأنه المي تاعتهم بتروح من الخلف إلى المقدمة مشان يتم عملية التبريد أسرع، بالذات المقدمة. جنوط السيارة بالأمام 19 إنش، بالخلف 20 إنش. كاربون سيراميك بريكس، 4 مكابس بالأمام، 4 مكابس بالخلف. كل قطعة بتشوفها هيك رسمة، هاي كله حقيقي كاربون فايبر، تشتيت هواء، ايروديناميك. هذا الإشي ما بدنا نضل نسولف فيه، لأنه عن جد كل شيء بيساوي شغل بهاي السيارات المعقدة ضمن فئة السوبر كار. هاي السيارة الصغيرة سوبر كار بتصنيف شركة ماكلارين. في ناس بيقول لي شو رأيك بالتصميم؟ السيارة أنا بشوفها أجمل من الخلف، وشكلها عصبي وهجومي. الزجاج الأمامي تم زيادة سماكته وتخفيف وزنه بنفس الوقت، والعزل داخل السيارة على السرعات المنطقية بتحس إنه عزل ممتاز، وما بتسمع صوت ضرب الهواء بقوة. أبواب السيارة بيفتحوا للأعلى، خفض وزنهم. البابين وزنهم 22 كيلو، متخيلين الوزن؟ جماعة ماكلارين جنون بتوفير الوزن. كاميرات 360 درجة واضحة جدا بالأمام، بالخلف وعلى الجوانب، شايفين هاي الكاميرا هون موجودة. في فتحتين هون موجودين، واحدة منهم للإير انتيك اللي هو فلتر الهواء، بسحب الهواء مشان يدخله للتيربوهات، والفتحة الكبيرة موجود خلفها الروديترات تعون السيارة، فعملية التبريد بتتم من هاي المكان. بحالة السيارة وقفت لمدة طويلة، شوب، ازدحام مرور، الأمور طيبة لأنه في مروحة بتدور فبتبرد السوائل الموجودة بالروديتر مشان تخلي الحرارة محافظ عليها.
بطاريات السيارة موجودة هون خلف المرافق والسائق، موجودين للأسفل مشان يحسنوا من بالانس وثبات السيارة. وزن البطاريات 88 كيلو بالتحديد. هذا الجزء العجيب بيساوي ممر هوائي يدخل، كل ما تسرع بزيد الهواء اللي بمر من هون وبضرب في أعلى المحرك. الفكرة إنه هذا المحرك كمية الحرارة اللي بتطلع منه خيالية، بالذات إنه التيربوهات موجودين في الأعلى، فكل الحر بيطلع للأعلى. في هون زي فتحة دائرية، هاي الفتحة وظيفتها بطريقة هندسية إنه تطلع الهواء بشكل أسرع، بتخفض من درجة الحرارة. فلو ما حطوا هاي الفتحة، درجة الحرارة بتكون في هذا الجزء اللي هو أعلى المحرك 900 سلسيوس. من خلال هاي العملية صارت الحرارة أعلى الماكينة 240 سلسيوس بدل 900 سلسيوس. الفتحة هناك للشحن الكهربائي، بإمكانك تشحن السيارة خلال ساعتين ونص تقريبا، توصل ل 80%. السيارة بإمكانك تسوقها 31 كيلو فول إلكتريك سايلنت، ما حبس معك، والسرعة تاعتك لا يجب أن تتجاوز سرعة 130 كيلومتر بالساعة مشان تضل كهرباء. مجرد ما تتجاوز 130 محرك البترول بيشتغل مشان يخفف استهلاك البطارية. هذا الجزء بالسيارة كتير كبير، موجود كل السيارة من الخلف. هذا الجزء مصنوع من الألمنيوم، وزن القطعة كاملة للسيارة من الخلف 14.9 كيلو جرام فقط. ألمنيوم خفيف بالوزن. السيارة من الخلف كتصميم موجود كاربون فايبر، هذا الكاربون فايبر كلياته جديد من المصنع تاع مكلارن الموجود في شمال انجلترا. وجسم السيارة راح اوريكم اياه بالتفصيل كجزء منفصل، اشرح لكم ميزات هذا المحرك. جولة سريعة على محرك سيارة مكلارن ارتورا، هذا المحرك تاع البترول، محرك جديد بالكامل V6 6 سلندر 3000 سي سي. هذا المحرك بولد قوة 585 حصان. الـ V شايفين حرف الـ V، Hot Inside V يعني التربوهات أعلى الماكينة. الـ V بدرجة 120 درجة. رأس المحرك يمين ويسار جدا قصير، 3 سلندر يمين 3 سلندر يسار. الفكرة إنه السائق بيكون جالس هون، البطاريات هون، السائق جالس هون، خلفه المحرك وسطي. الهواء بيدخل من الفتحات الجانبية، بيكون فلتر الهواء موجود هون وبطلع الهواء للتربوهات. شايفين العزل الموجود على هاي الماكينة؟ هاي الماكينة أرقامها خيالية. الفرق بالوزن مقارنة بمحرك الـ V8 والـ V6 50 كيلو أقل بالوزن، وهذا الشيء بعطي أفضلية إنه هذا المحرك أصغر، فمنزلينه للأسفل أكثر، فالبالانس تاع السيارة بيكون أفضل. طبعاً خلف هذا المحرك راح يكون موجود الجير بوكس، هذا الجير بوكس تاع السيارة. شفت المحرك هذا بيكون مشبوك، المحرك موجود هون، هذا آخر السيارة، يعني لو تنزل خلف السيارة تطلع راح تلاقي هذا الجزء. مقدمة الجير هذا هون، الإلكتريك موتورز موجود، محرك البطاريات الكهربائي موجود هون بالخلف. هون موجود الماكينة راكبة وتقنية الدراي كلتش. هون موجود الدبل كلتش تعون السيارة. هذا الجير بوكس جديد بالكامل، 8 سرعات دبل كلتش صاروخي بالتبديل، في مسننات من الجير الأول للثامن، غيار الريفيرس بيكون كهربائي مائل ومسننات. وهون في عندكم الإيدف، لأول مرة بيتم استخدام الإيدف يعني إلكتريك ديفرنشال. هون الأكسل اليمين، هون الأكسل اليسار، فالسيارة بتساوي معادلات جدا معقدة حسب الكمبيوتر شو بقرأ، فممكن يساوي لوك بالكامل من خلال هذا الجزء، بيساوي لوك العجل اليمين 50%، العجل اليسار 50%، ممكن يساوي اوبن دف العجل اليمين بس اللي بلف، اليسار ما بلف. كل شيء بخطر ببالك الكمبيوتر شو بقرأ بيساوي. هذا المبرد ببرد زيت الجير، هذا المبرد الموجود هون ببرد الاي موتورز الموجود هون. هذا المحرك الكهربائي تاع السيارة، وزنه 15 كيلو 400 جرام بالضبط، يعني طلعوا تعرفوا كم قوة هذا المحرك؟ 95 حصان، وبعطيك عزم دوران 225 نيوتن. هذا المحرك أقل بالوزن، لو نساوي مقارنة مع محرك الكهربائي تاع المكلارن P1، أقل بالوزن تقريبا 50%. هذا هو المستقبل. لما نقول إحنا سيارات رياضية قوية وكهرباء، هذا المستقبل. طلعوا أنا حامل 95 حصان. التقنية المستخدمة عند مكلارن الجديدة MCLA اللي هي مكلارن كاربون لايت ويت أركيتكتشر، اللي هو هذا الجزء بالكامل تصميمه مصنوع من الكاربون فايبر الجديد، خلطة جديدة، صار أقل بالوزن،
أصلب، وموجود حتى المقدمة مصنوعة من الألمنيوم خفيفة الوزن، أقل بالوزن وأصلب، مقدمة ألمنيوم، ومقدمة بالسيارة بالخلف كمان ألمنيوم. هذا المونوسيل وزنه 82 كيلو، نرفع لكم إياه تشوفوا قديش خفيف، شايفين؟ هذا الجزء الأساسي تاع السيارة اللي بركب عليه كل شيء. الفتحات تاعت كل اللاين تاعون الكهرباء صارت مدروسة بعناية، لاينات الكهرباء صارت أقصر كمسافات وأسرع وأخف بالوزن. السيارة مليئة بالتعقيدات. نتكلم عن تقنية جديدة مستخدمة على الأرتورو لأول مرة من شركة بيريلي. التقنية اسمها سايبر تكنولوجي تاير. الفكرة دائما احنا نعرف انه حساس ضغط الهواء والحرارة موجودين هون، فاستغنوا عن هاي التكنولوجي. الفكرة انه في حساس موجود جوا هذا الإطار من خلال البلوتوث بتواصل مع أجهزة السيارة، وبعطي دقة عالية جدا بالنسبة لحرارة سطح الإطار، بتكون دقيقة 100%، وبنفس الوقت تعطي ضغط الهواء داخل الإطار، فبتكون أفضل من الحساس الموجود هون. لأنه هذا الحساس، تخيلوا سيارة ماشية سرعة 300 تكبس فول بريك كاربون سيراميك بريكس، كم كمية الحرارة اللي بتم توليدها من خلال الديسك بريك بتأثر على هذا الحساس؟ يعني الحرارة لما أنت تدوس فول بريك عادة توصل 1200 سلسيوس. فهي التكنولوجي دقيقة جداً. بيريلي مستخدمها على ثلاث إطارات على الأرتورا. البيريلي بي زيرو اللي سقناه على الشارع كان الإطار العادي، في عندك هون تقنية الكورسا اللي هي رح نسوق هذا الإطار على الحلبة اللي هو أعلى بالأداء، وفي التقنية الثالثة اللي هي تاعت الوينتر تايرز، السرعة القصوى 270، بعطيك تنبيهات. فهي التقنية لأول مرة بيستخدموها على الأرتورا، ممكن نشوفها على السيارات لاحقا. ماكلارين سباقة بهاي التكنولوجي مع بيريلي. السيارة من الداخل ممكن طلبها بحجمتين مختلفين بالنسبة للمقاعد. هاي المقاعد المعنى اللي هي المقاعد الرياضية اللي انت السيت بيلت بيجي بركب هون كأنه انت راكب سيارة سباق، وفي المقاعد العادية اللي انت بتسوقها على الشارع، المقاعد المريحة. مقاعد تعتبر جيل جديد، اقل بالوزن تقريبا، وفروا 12 كيلو. المقاعد تعون السيارة اللي على الشارع فيهم التحكم كهربائي، فيهم تسخين مقاعد، واخف بالوزن وفروا 12 كيلو. الشاشه الموجوده هون حجمها 8 انش تعمل باللمس، بامكانك تشبك نظام الاندرويد اوتو او نظام الابل كار بلاي بكل سهوله. نافيجيشن كانه هاي شاشه تليفونك، يعني الابلكيشن التحكم فيهم اذا انا بضلني ضاغط مثلا على ميديا واحملها هيك لفوق بغير مكانها، كيف التليفون انه انت الابلكيشن بدك تبدل مكانه. الأمور سهلة وبسيطة. المقود تاع المكلارين دائما الفكرة انه انت كأنه سيارة ريس، ما في كبسات، انه انت سوق واستمتع. وهي البدل شفت الشاشة الموجودة هون حجمها 10 انش لا تعمل باللمس. الفكرة بإمكانك انت التحكم فيها كهربائيا، هي والمقود مع بعض، يعني انت كيف ترفع المقود هاي الشاشة بتطلع وبتنزل، مش انه هي بتتحكم فيها جزء لحاله، لا. نظام صوتي موجود، أكثر من نسخة موجودة، منتشرة السماعات، المعنى باورز أند وينكلز موجودين على الأبواب، على الإيبلر موجود بالخلف على اليمين واليسار سماعات، وموجود حتى هون موجود سماعة. تم عمل تجديد على نظام الإير كونديشن، شوفوا الفتحات، وهاي الفتحات حقيقية. هاي الفتحات الفكرة منها إنه أنت أول ما تشغل السيارة مثلا تصافها بالشوب، فما في داعي تقوي المكيف أكثر شيء والفتحات الأربعة إنه يا دوب ملحقين، فهذا الانتشار بيساوي عملية تسريع في تبريد أو تسخين السيارة من الداخل. السيارة بسيطة، تشغيل السيارة الجير درايف نيوترال آر تحذير رباعي، والسيارة عليها عدد من الأنظمة المساعدة للقيادة. عارف سوبر كار، بس جماعة ماكلارين قال لك يعني احنا عارفين اللي بيشتري سياراتنا بيكون عنده 5 سيارات غيرها أو 10 سيارات، بس احنا إذا هو بده يسوق السيارة كل يوم أموره سهلة وبسيطة. السيارة عليها رادار تفاعل انتليجنس كروز كنترول، حسب السيارات اللي امامك بتفاعل بهد السرعة، ممكن يساوي وقوف تام، وبعدين السيارة اللي قدامك تمشي يرجع يمشي. نظام قراءة الشواخص المرورية بتقرأ الشواخص، نظام المحافظة على المسار موجود، في نظام ايضا ممكن طلبه اللي هي ترفع مقدمة السيارة مشان انت بحالة حفر مطبات، الامور سهلة أمورك طيبة. المفتاح تاع السيارة عليه أبجريد كي تكنولوجي، الفكرة إنه السيارة وأنت جاي لها تعرف إنه أنت جاي، فبجهز حالها بتفتح لك السيارة. بحالة أنت نزلت من السيارة وطفيتها وسكرت الباب تلقائيا بتسكر، وطبعا نظام متطور جدا ضد السرقة وهاي الأمور على المفتاح تاع السيارة. هاي السيارة بشكل سريع إن شاء الله أكون خبرتكم أهم الأشياء المطلوبة، ما طولت عليكم. فاصل طربي ندوس شوي.
كانت جولة سريعة مع ماكلارين أرتورا. التعقيد والهندسة والإبداع من ماكلارين، سيارة خفيفة فيها باور. من ناحية الصوت والطرب، صراحة محركات الـ V6 أوكي، الصوت جديد، متعودين الناس على الثمانية سلندر والصوت القوي، بس فيها صوت جميل، فيها صوت مميز. هذا هو المستقبل، هذا المستقبل اللي هو سيارات الستة سلندر رح تنتشر، وبجوز الأربعة سلندر، كله داون سايزنج، تصغير محركات. إنه المستقبل يا قوم، مع إنه أنا من الأشخاص اللي بفضلوا. تخيلوا هاي السيارة لو ما عليها البطاريات، لو تشيل المحرك البطارية وتشيل البطاريات بالثمانين كيلو وزنهم خلفنا، راح يكون في مفعول خيالي. وزن السيارة بدون سوائل 1395 كيلو، سيارة خفيفة، سيارة صغيرة. أتوقع هاي السيارة فعلا لو تشيل أنت أنظمة الهايبريد والتطور والتعقيد وتخفف وزن توصل 1200 كيلو بدون سوائل، هاي السيارة مجنونة على الحلبات. بس هذا هو المستقبل اللي احنا رايحين عليه. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بهاي الحلقة مع ماكلارين أرتورو. لا يفوتكم تتابعوا قناة عرب جي تي لكل شيء جديد بعالم السيارات ونحو شعارنا الدائم للعالمية باسم العرب مع عرب جي تي. في امان الله.